اليوم راح اوافق على كل شيء يطلبوا مني بني ادم في هذه الكره الارضيه. تفضل. ما في زيك. 22 فلوس اكل فلوس لا طبعا اي شيء يبغى تحديات شقلبات حنسويها نسلك الاشتراك خلينا نخش على الناس. اسمع انا اليوم مسوي مقطع كل شخص بيقول لي حاجه راح اسويها يعني بهان بالمنطقه اللي بدك اياه يعني يا هون يعني مش هروح امريكا. ايش بدك؟ والله تطلع وتقعد ثلاث مرات. اطلع وقعد ثلاث مرات يعني سكوات. يعني طيب يعني هذا سهل. شوف شباب انا هذا اسمع انا بديش يعني احم عليك كثير هذا اول تحدي لسه تحدي بس يعني اطلع وانزل. قاعد تنصح الشباب انهم يسووا رياضه؟ رياضه طبعا يا اخي اكيد انا مسجل انا مسجل بالنادي الجديد عشان هيك بحكي. الله عليك. انزل تحدي شوف صورني صورني كذا شوف نمك جديد شوف اذا صح ولا كذا 100% وثلاثة خلاص حبيبي يا اخوي يلا نروح للشخص اللي بعده. كيف الحال؟ انت قول لي ايش تبغى اسوي؟ تبغى انت قول بس ما عليك. اغني سواء خلينا نقول بس المتابعين كلكم اللي يتابع المقاطع يعرف كيف صوتي خرافي والحين شوف كيف راح يتفاجأ بالصوت انجليزي ولا عربي؟ عربي. يلا حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في زيك صح لو صح ما في حدا زيك ترى 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 تقييمك الموهبة شوف اللي بعده شوف شوف سلام كيف حالك؟ هلا والله قاعدين نسوي مقطع يوتيوب راح اقول لك كل شخص اقابله بحياتي اقول له ايوه اوافق على اي شيء تضغط تسوي ضغط كم؟ 30 وين هنا؟ بسم الله يا شباب. طيب طيب يلا واحد اثنين شوف واحد اثنين سبعة ثمانية تسعة عشرين 22 23 24 25 26 27 28 29 29 30 حبيبي بقلعانة والله صعبة بس يطيها والله حبيبي بغض تقول شيء للكاميرا اعمل سبسكرايب ايوه واشتبك في القناة حبيبي شكرا سلامي كل شيء تبغى طلب راح اقول له ايوه وانت اي طلب؟ التحدي كذا نط من عمارة نط من عمارة ايش تبغى تقول؟ ايش قاعد تفكر انت والله تفكر تفكر انت مرتب تعطوا واحد هدية عطر او خلاص بعطي للمتابعين اذا وصل مقطع 10,000 لايك راح نوزع 500 عطر 500 اتفقنا دن اي عطور من رويال بلو ابشر ولا يهمك دن اذا وصل مقطع 10,000 اوكي طيب يا شباب دخلنا البقالة كنا جايين نشتري فتذكروا الشخص هذا سامي الشباب تذكروا الشخص هذا الشخص صوت صح صوت له بالرب لا والله بكره النسيم طيب اليوم نسوي مقطع جديد راح اوافق على اي طلب يطلبني منه شخص ايش تبغى تطلب؟ اي طلب اطلع القمر اطلع لا يعني طيب يا ابو صلاح الحمد لله حبيبي احنا قاعدين نسوي مقطع نبغى اي شيء تطلب مني طلب واسويه فايش تبغى تقول ايش انا راح اساعده في الطلب تاعه لانه خلينا نكون واقعيين ما نطلعش قمر او يتصلح ايوه ايوه قاعد يتكسر الزاويه ايوه ايوه يعني شوف ايش في اليوم في شغل في المحل يعمل طيب شغال اشتغلت سوبر ماركت قبل هيك سموني شغال ما عليك حلو هاي اول فرصه كبيره لك تعلم فيها شغل السوبر ماركت كله طيب ايش تبغى اسوي هسه بنشوف كيف ايش ممكن نضمنك الامور وتبلش الشغل بسم الله شباب شغله جديده يلا شباب حنصير كاشيريين فمدام مسلمون الكاشير حيصير هذا اغنى محل في الكره الارضيه بس يا رجل افتح الكاش ب 12 واحط الفلوس واعطيه خلاص شوف تفكر سهل يا رجال سهله لعبه نشوف شوف 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 الاحتراف نقدر نقول انه احنا جاهزين للشغل. انا الكاش هلا والله. كيف الحال؟ صرفنا اياها. صرفك اياها ابشر اول زبون حنصرف له 50. انت تبغى عشرات ولا كم؟ عادي صفات 10 و5 10 و5 ليرات ليرات طيب هذه 50 حط خبيها تحت ولا
معك 30 ما شاء الله. 2000 years later. بس شفت كيف الشغلة يا شباب سهلة؟ يعني أسهل شيء. الحين في زبون ثاني راح تشتري. يا شباب ما توتر. ايوه ثلاثة دنين وربع. هذا 5 وربع. اوكي خلاص شباب خلصنا الشغل. يعطيكم العافية. شباب خربنا المحل. خربنا المحل. انطردنا لازم نروح اللي بعده. ام العين انطردنا. يعطيهم العافية. هذا المحل سوبر ماركت اللي بمجمع الدود. والله انه كفو. خلينا نروح التحدي اللي بعده. يلا الحين راح نروح للتحدي اللي بعده. استنى استنى انا بدي اتحدى. ايش تحدي؟ انا شفت ذاك اليوم تابع اوبنهايمر صح؟ اوبنهايمر افخم فيلم ب 2023 يا حبيبي اكيد. طب تعال روح شوف فيلم باربي وشوف ايش النتيجة. فيلم باربي؟ شوف فيلم باربي وقارنهم مع بعض. باربي؟ فيلم باربي. لازم نقول لا كل شخص ايه بسم الله نروح نتابع فيلم باربي. يلا اليوم قررت اروح اتابع باربي. واحلى شيء اني مو لابس زهري زي كل الناس. ليش راح اتابع باربي؟ صراحه حسه فليش لا. يلا نخش. All of these women are Barbie and Barbie is بيض. طيب طيب في الاردن بالاردن طيب ايش ابغى اسوي؟ اشرب برايم مره واحده؟ لا ايش اشتري ارخص شيء من كل محل. من كل محل؟ من كل محل. طيب اوكي فلسنا. اشوف الفيديو فلسنا. اشوف الفيديو خلاص دن اشوف دن دن خلاص حبيبي. يلا نراكم مع السلامة. مكتوب بطيخ فراولة. بسم الله. واو شباب انا في كافيين قد الدنيا. طيب بعد ما شربنا المشروب الطاقة صار عندي كهرباء فراح راح نخش اول مطعم نطلب عنده ارخص شيء. ما ادري شو بس في عندكم ارخص شيء. ايش ارخص شيء موجود؟ الصوص. صوص ايش؟ ربع دينار. ربع؟ ارخص شيء. ربع شباب تفضل. هذا صوص؟ صوص. اشترينا اول واحد. يلا المطعم اللي بعده. طيب الحين راح نروح عند شخص ثاني ونطلب منه اي تحدي نسويه. ففي شباب هنا قاعدين انا اخش عليهم. السلام عليكم. كم عندك على الانستغرام؟ عندي 14000. اوكي. بدي اياك تضيف 10 عشوائيين. 10 عشوائيين؟ تمام. بس؟ بس. دن. دنين. خلاص شباب اكتبوا حساباتكم بالانستغرام بالكومنتات وراح نسوي لكم فولو. طيب يا عيال الحين هروح اتحدى شخص. كل الناس تحداني هروح اتحدى شخص نلعب كل الالعاب وافوز عليه. بسم الله. انت الشخص اللي هتحداك. انا ابغى اتحداك نلعب لعبه بوينغ. تمام وابغى افوز عليك. طيب يا عيال احنا نلعب فوكس. فوكس هذا عند مجمع الدود عندهم بوينغ. راح نفجر. ايش اسمك؟ غيث. غيث مروان. راح نفجر راسه. يسمونه ريان بوينغ. شوف 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 هاي مصور راس. شوف 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 اول واحدة ضاعت انك ما حطت لك اشتراك. تفضل غيف. هذه بس كانت تسليك تجربة. شوف شوف هاي ليش ولا واحدة دوك. كلها طيح. وبعد محاولات كثيره طبعا فزت على غيث. ما كان يعرف يلعب. كانت اول جولتين تسليك والحين نتركهم مع النتائج. طبعا يا يعني انا فزت بدون ولا شيء. ايش حاب تقول؟ انا خسرت لاول مره فمش عارف شو السبب. انت محترف زياده. اقول لك ايش السبب. لا لا ما عدل. لا 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 طبعا يا شباب ما عدلنا ولا شيء. كل شيء حقيقي ما بنفيك. طيب يا عيال بعد ما لعبنا بولينج وفوزنا يعني لازم نجيب شيء عشان نعب الكرش و يعني جائزة الفوز. فخلينا نروح ندور مكان يتحدانا ناكل عنده. السلام عليكم. كيف حالك؟ شوف فأنا قاعد أسوي تحدي. بروح لكل شخص في الكون أسأله يعطيني تحدي وأسويه. فهل عندك تحدي تعطيني أسويه؟ راح أعمل لك علبة فرايز. أوكي أوكي. إذا بتتوقع كم حبة فرايز أوكي العلبة تربح البطاطس. طيب اوكي بسم الله خش. يا بسم الله. الحين يا شباب وصلت البطاطس وراح نحاول نعرف كم حبه فيها. فا يعني شوفوا هنا 1 2 3 مستحيل احسبها بس على ما ظنيتي على ما ظنيتي. شوف اذا هنا 20 تحت 20
نقول 70 حبة. اتوقع اني توقعتها 25 فوق 20 تحت 50 حبة. يلا عد تفضل. One day later. 49 بقى اخر حبة. خسرت بحبة 51. 51 حبة يا عيال خسرت بحبة. طيب شباب خسرنا بالتحدي. ما دامنا خسرنا بالتحدي يكون كذا خلصنا المقطع.